حل بولاية بني عباس السيد طه دربال وزير الري في زيارة عمل وتفقد لقطاعه، حيث استمع لعرض شامل حول وضعية الموارد المائية وواقع الخدمة العمومية للمياه بالولاية. أعطينا على الأقل غلاف مالي أولي، ما نعتبروش نهائي، قالها بالتقريب شحال تكون، لأن هو أهم حاجة في التحويل هذا حسب شنو فهمتنا. لا ديكسيون نقدر نحسبوها، راح تكون آفاق تنموية كبيرة في أهداف لازم نوصلوها. هذه البلاد هي وأهلها يستاهلوا مشاريع، يستاهلوا منشآت، يستاهلوا التكفل الأمثل بقطاع الري، وإن شاء الله ما نخيبوكمش ونكونوا على مستوى تطلعاتهم. إنشاء ولاية بني عباس ماهوش باش تبقى كما رانا نشوفوا في اليوم، باش تتوسع ويكون تطور وتكون نهضة اقتصادية وتكون حركية وديناميكية. هذا الشيء يستاهل بني عباس ويستاهلوا الساكنة تكون في المستوى. احنا واعيين بالشيء هذا، نتعاون مع هنا الفلاحين، الاقتصاديين، الصناعيين، هذه الان واجب علينا باش نتكفلوا به. هذا التواصل دائم وكانوا دائما يحبوا. ما نطلبش واش قاس وقتاش تكمل التقريب، طلب مجهود اكثر، اخدم رانا معك. حيث تفقد الوزير العديد من المشاريع، ومن بينها مشروع محطة تصفية المياه المستعملة لبلدية بني عباس، والذي يعد مشروع استراتيجي للولاية.